مشاهدي قناة كومبوس ماروك تي في، مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية. منح دراسية بأسلاك التخصص والماستر والدكتوراه متاحة الآن لفائدة الطلبة المغاربة الراغبين بمتابعة دراساتهم العليا بكولومبيا برسم السنة الجامعية 2022-2023. تم أول أمس الاثنين خلال الحفل السنوي لنظام هواوي موروكو تالنت إيكو سيستم الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالشراكة مع هواوي تكنولوجيز موروكو، تتويج مؤسستين تابعتين لجامعة الحسن الأول بستات، ويتعلق الأمر بالFST بستات ولينسا ببرشيد. وقد تم تكريم ومنح الجوائز للطلاب والمدرسين والمؤسسات في ثلاث فئات كجزء من برنامج أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وقع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني سنغستي صباح اليوم الخميس 8 من دجنبر 2021 اتفاقية مع لكسيس نكسيس الفاعل العالمي في خدمات المعلومات القانونية والحلول الإدارية للمهنيين القانونيين لتزويد الجامعات المغربية بمنصات المعلومات القانونية. تم صباح اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد السادس للعلوم الصحية وبيوتيسيا، تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في مكافحة الأمراض المعدية والمهملة والناشئة، وذلك لدعم الجهد الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحة. مع قرب موعد إجراء مباريات أطر الأكاديميات، تستمر بعدد من الجامعات بالمغرب الاحتجاجات اليومية وحملات مقاطعة المحاضرات من طرف الطلبة احتجاجاً على الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث عرفت عدد من الجامعات والأحياء الجامعية بكل من القنيطرة وابن ملال ومراكش وفاس تواصل وقفات الاحتجاجية والحلقيات النقاشية الرافدة لهذه الشروط الجديدة والداعية إلى مقاطعة الدروس إلى حين تراجع الوزارة الوصية عن هذه الإجراءات الجديدة، في وقت يتوقع فيه أن يصل عدد المترشحين لهذه المباريات إلى أكثر من 150 ألف مترشح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.